ايه مرت عمي واثق الخطوه الله يمشي لك الله يخليك اياك يا رب الله معك الله معك بشي لك وافقت لك ابجانتي وافقت طبعا بدها توافي عمي ابجانتي لو بيحط اصبعته بشغله بدها تزبط لك الله يخلينا اياك يا ابجانتي يا ملك الله يديمك يا عريس وشو مشان ابو ليلى اللي بدك يا بصير هلا بنزل بصوت حقي يا عيني عليك هيك بدي اياك يلا قوم يلا لك عم بمزح معك معقول بدك تروح السلام عليكم سيدي اهلين ابو ليلى كيف امورك دخيلك شلونك عامل لك شيء قاتل حدا لا شو قاتل حدا انا جاي طالعك انا لك شوي هيك من سامي والله انت ايه شو هون يلا شو بدك مني اول مره بفوت بوقوف لعندي وهو مبسوط زهراوي ابو ليلى ما في منه شو بدك مني ابو ليلى العريس قصد حقه بامكانك تروح ايه لوين شو لوين شو لوين؟ شو لوين؟ على بيتك طبعا يو على البيت؟ ما بكي سيدي بركي أنا والله أنا يمكن العريس أنا حرقت العريس لك شو؟ شو قصتك أنت اليوم؟ شو حابب تبقى عنا يعني؟ والله يا سيدي أنت شو دخلك بهالقصة هي؟ أنا لسه ماني مخلص شغلي هوني طبعا تحش حالك كون ممنونك سيدي إذا بخليني هون إيه والله لك شو هالحكي اللي عم تحكي لك يا ابو ليلى شغلنا نص البلد لبين ما العريس قصد حقه مشان نطالعك هلا جاي تقلي بدك تضل هون محمد لك شو هي هيك انت بتساوي هيك شغلات انا بدي اطلع طبعا بدي اطلع بس مو هلا لسه ما قال الاوان خلص اسكت ايه سيدي لشو القصه ليش سيدي مش الله ارجانت تتركني احكي شي مره خليني ما عم يخليني سيدي خلص اتركه خلص سيدي انا من ظهري مهووس بشيء اسمه عراضه ومعارضه أبي الله يرحمه أوف سعيد كان لما ياخذني معه الروح موالي الروح عليه معلش يا سيدي يلا عم نسمعك نحن خلص هلا ما فهمه شرف أبو ليلى خليني أقول له إيه زهراوي هو زهراوي يا الله منك يا أرجنتي خلصني دخل جنني أنت لك يا أبو ليلى قرب له لك شوي دقيق شغلة فهمني شي خلصني الله يوفقك أنت شرطي لا تدخل بياتنا بس زيك لا تدخل عمي اسمع لك شغلة أنا بالنسبة لي والله ما تعرف شو عم تساوي تحت لتقول لي مشاء الله خليك تحت مين سمين لك أبو ليلى بوسة لإيدك شو تساوي ما تساوي خلصنا بدنا نطلع يلا ما صدقنا لك طول بقى يا أخي أنت شرطي الله يوفقك لا تدخل بياتنا خلص أنا أخي بقول لك شغلة أنا مبسوط مستمتع قاعد هون في عندي شغل لك شغل شو بدنا نمشي يلا جيب اغراضك وامشي يلا بيلا ان شاء الله السلام عليكم يا شباب سيدك يا لطيف يا لطيف على المصيبه يا رب ان شاء الله اختاري الزلمه مو بشكله شو احترموني بصباطك يا بشير شباب انا اعزائي الحضور انا لا ما دخل مو هي مو شو هي دخيل شباب في خبرين بدي اقول لكم اياهم الله واحد مفرح شوي واحد بكركب خير اول خبر مفرح بدي لكم اياه انه لا خليني يعني مو كركب ايه بدي اترككم وهذا الشيء بدي اياكم ما تتخاذلوا ما تتراجعوا بدي الفرقه كل يوم تعمل تدريباتها لو بدنا كذا لو بدنا كذا رح نضل هيك ماشي والخبر الثاني المفرح بدي لكم اياه انه انا افرجوا عني يا اخي والله ما حدا بيحكي ولا بيقوم ولا بيكلم وين اخي ابو ليلى خليني اعطيني السطر اللي رجعوا مستاجره لانه بدي رجعوا ما حدا يزعل ولا حدا خلاص خاطركم شباب شو هي هي انت الخطاف الزعزوع ما ودعوني ما شافوا عيوني ما غنوا ما شافوا عيوني